النائب خالد يوسف بينضم لنا على الهواء تعليقا على الأزمة اللي حصل في البرلمان. مساء الخير يا أستاذ النائب. مساء الخير يا أستاذ تامر. إزاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. موضوع نية البرلمان وضع قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي ده أولا جاي بناء على إيه؟ وإيه اللي يضمن لنا إن هو تنظيم مش تقييد ولا حبس؟ والله أنا بشوف الأولويات هنا مش منضبطة قوي. الأولوية الأولى لقانون حرية تدفق المعلومات اللي نص عليه الدستور. تمام. وده ما أحوجنا ليه. لما يبقى فيه تدفق معلومات بعدها تعمل أي ضوابط، يبقى أنا أخذت الأصل، أخذت الحق الأصلي. صح. ثم بعد كده أنظمه. بقيده بضوابط أو بنظمه بضوابط، يبقى الكلام معقول. لكن أنا أنظم قبل ما أخذ الحق يبقى مش منطقي. قبل ما أخذ الحق يبقى مش منطقي. فعشان كده أنا يعني بشوف أنه الأولويات هنا ما هياش منضبطة قوي أو على النص. طب وإنت في مطبخ البرلمان يا أستاذ خالد، إيه اللي مانع أن يبقى في اتجاه أولي لموضوع تداول المعلومات وشفافية المعلومات؟ ما فيش مانع. إحنا لسه مقدمين يعني مشروع قانون حرية تدفق المعلومات، وبنجمع لسه إمضاءات عليه، وبنحاول نخليه بإذن الله في دور الانعقاد الأول اللي هو اللي احنا فيه ده. تمام. طيب بصفة بصفة عامة، يعني أنا معاك في الترتيب المنطقي ان احنا ما نعملش العربية قدام الحصان، لا، الحصان قدام العربية. تدفق المعلومات وشفافية المعلومات أولا، ثم تنظيم تدفق هذا المعلومات. لكن بصفة عامة، في زي ما أنا قلت في المقدمة ان في دول واخدة بنموذج الإتاحة الكاملة لمواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الشائعات، بما في ذلك بث الفتن، بما في ذلك حتى بعض العمليات الإجرامية اللي بيتم تدبيرها وتنظيمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت. وفي دول مش صغيرة برضو لجأت إلى فكرة التقنين، وحتى منع بعض الوسائل زي تركيا وزي الصين ما فيهاش مثلا فيسبوك، أو تركيا منع تويتر ويوتيوب. في رأيك أي نموذجين يصلح لنا؟ انا بشوف ان الحرية يعني انا منحاز للحرية كمبدا عام، وبالتالي اكيد النموذج الاول هبقى منحاز ليه حتى لو في بعض الشطط. لان انت لا تملك يعني حتى لو انت عملت تنظيم وتقييد وحساب ورقابة والكلام ده كله في العصر ثورة الاتصالات اللي احنا بنعيشه، كل حاجة بيستطيع التغلب عليها. يعني الصين اللي احنا بنقول ما فيهاش فيسبوك، عندهم حاجات أجهزة بتفك شفرة الفيسبوك، وكل المواطنين بيدخلوا الفيسبوك غصب عن الحكومة اللي هي أقوى حكومة في العالم تقريبا من حيث قبضتها، إحكام قبضتها على مواطنين. تمام. وبالتالي في العصر اللي احنا فيه ده، اللي بيدوروا على فكرة التقييد واهمين إلى حد كبير. يعني أنت ميال إلى الإتاحة وتحمل أعراضها الجانبية. طبعا، لأن أصلا لا تملكها. يعني أنت عملت قانون دلوقتي، عملت قانون وعاقبت بيه ناس وكل حاجة، بس الخروج عليه هيبقى سهل برضو. وهيستطيعوا ان هم التغلب عليه. احنا دلوقتي في عصر بجد، في ثورة مذهلة في علم الاتصالات. صحيح. وبالتالي ده الشفافية هي احسن وسيلة لمحاربة هذا الشطط. ده كلام مظبوط. لو انت عندك شفافية كاملة، هيبقى انا واحد من الناس اللي بتطعن في على الفيسبوك. ما بقولك كلنا معرضين لده. يعني فقصدي اقول لك، يعني انا هو واحد من، وعلى فكره مفيش مانع انه يبقى الفيسبوك متاح وكل حاجه، واللي يرتكب جريمه على الفيسبوك يعاقب بالقانون. مفيش مشكله خالص. حضرتك، انا بقول لحضرتك، لو هي فعلا هتعرف تعاقب بيها المسيء والطعن في الاعراض والطعن في الشرف والقذف والسب والحاجات دي، لو هتعرف فعلا تمسكها، وهي دي الحاجه الوحيده اللي انت هتمسكها، ماشي. او الاشاعات اللي تضر بالامن القومي، بس يبقى مفيش حد فينا هيعترض. ما حدش يعترض، بس المشكلة في تعريف الأمن القومي. التعريف الـ يعني الدستور مثلا بيتكلم على الحاجات الفضفاضة دي، الحض على الكراهية أو الحض على التمييز. صح. طب أنا إمتى تامر أمين يقع في هذا المحظور؟ ما ممكن أنا لأني مش عاجبني تامر أمين أفسر قوله ده على إنه حض على الكراهية وحض على التمييز. مظبوط. أو إخلال بواجبات الأمن القومي. صح. أو هو ده الخوف. هو ده الخوف. عشان كده بقول لك المنتصرين للحريه من امثالي يقول لك انا استحمل الشطط وما استحملش عواقب ان احنا للاسف الشخصي الشديد من المرات القليله اللي اتفق فيها معاك يا خلود. حبيبي يا استاذ خالد، شكرا جزيلا، نورتني يا جميل.
طيب الحقيقة أنا مع فكرة الإتاحة والعقوبة في النهاية عقوبة، المخالف مخالف، لكن ما أقفلش وأقول لحسن حد يخالف.